اللي وطلين وبدلر بجدوه انوغ يلاين بيك نك اصلك نجمر جذقرن ويا الله طلي واخواني طلي ويطل انو بدلر بجدوه ونوبر الشباب والبيت إنا نسيرتون النيل أم بسما إكادل منيل إيكي حمير الونيل ونيل أرنا في تي تررو إرارجيمي بحمية بحمية ورد تم سماتكو نوركو شارتكو بوصلو يعني قلب السد العالي وهو بيتبني اللي الفنان اللي ألف الأغنية ده غناها قلب السد العالي هنطلع منك السمات والنور والحديد يعني دايما نصربوني لنا نسرتون الميل أم بسمع إكاد المنيل أم بسمع إكاد المنيل إيكي حمير الونيل ونيل أرنا في كتير روير أرجيمة خدمة بخدمة ورد تقبلنا خير كون هرو من ندم بندم ورد تم سمات كون نور كون شارتي قبشرو دايما مصربوني إننا لسرتون النيل أم بسمع إكاد المنيل أم بسمع إكاد المنيل إيكي حمير الوليل إيكي حمير الوليل في حاجات كتير عندنا كان عادات وتقاليد فانقرضت يعني شوية شوية بتروح يعني مثلا المولود كنا يعلقوا له بيتنجان بالحيطة يعني حاجات كثيرة كده البيتنجان اللي جاب البيتنجان في فبرضو عشان ما حدش يحسد العيل أو كان حاجات زي كده بالضبط وعادات الجواز كان قديما طبعا بنروح نطلب البيت أو بيت عم اللي موجودة أو بيت ما قدرش أغطي برا وبيتي لسه مكشوف كان يقولون كده فتجوز بيت عمي فطبعا قبل باسبوع نطلع ندعي في القرى النوبيه كله نقول ان شاء الله مثلا جمعتوك خريقا مثلا ما تنساش ليله الجمعه مثلا فييجوا بقى قرايبك ييجوا قبل الفرح ثلاث ايام باربع ايام البيت يكون مليان بيجي الفرح يوم الفرح يخلص ثاني يوم الفرح لازم بعد العشاء يذبحوا كان حوالي 60 حمامة 60 جوز حمامة مع فتة دي بعد العشاء تطلع طبعا والشباب يخطفوا وبتاع ثالث يوم بيكون بقى 150 جوز 100 الحريم ست النجعة كلها والبنات اشتغلوا طبعا في الرز والمحشي في الفراخ في الحمام ثم نبتدي بقى الزغاريت والغنى أم بسمع إكاد المنيل إكي حمير الونيل ونيل لنا في شيتر الوغر الهيبة بخدمة إدى توري للغونة الروم ابن أدنيل أردر ثم سمات كل نوركو شارتي غوب وصرو دايما مصربو أنا لسرتون النيل أم بسمع إكاد المنيل اكل المنيل
جل غندرا مبارك تبارك الله يا سعد جل غندرا أرجو نرزقكم استاهل الغندرا تبارك الله يا سعد جل غندرا تبارك الله يا سعد جل غندرا أرجو نرزقكم استاهل الغندرا عريس كيسكرا إربا نريتم مرا عريس كيسكرا إربا نريتم مرا جبيل ملكو غناتي غسك ندا تبارك الله يا صادق الغندرا تبارك الله يا صادق الغندرا أرجو نرزقكم استاهل الغندرا